السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام اينما كنتم هذه اجمل واطيب تحيه نبعثها لحضراتكم من هنا من استديو قناتكم قناه الريان الفضائيه في برنامجكم برنامج الريس بالقرب من ميدان التحدي ميدان سباقات الهجن العربيه الاصيله حيث نتابع معكم منافسات السباق المحلي السادس في مرحلته الثانيه والتي شهدت منافسات قويه هذه المنافسات التي شهدت حضور وتشريف سيدي امير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعى، نحييكم كما يسعدني ان احيي زملائي الحاضرين معي في هذه الحلقه سعيد بن خالد الشهواني محلل قنوات الريان الفضائيه والتحيه موصوله للزميل فهد بن مبارك بن حباب الهاجري محلل قنوات الريان الفضائيه كذلك التحيه موصوله لعلي بن سلطان الحميدي محلل قنوات الريان الفضائيه وكذلك نحيي حمد بن علي بن جرحب المري محلل قنوات الريان الفضائية لسباقات الهجن والتحية موصولة أيضا بحمد بن محمد الراشدي محلل قنوات الريان الفضائية حياكم الله جميعا ونذكر مشاهدين الكرام بأن بإمكانكم المشاركة معنا على وسم برنامج أندرسكور الريس فنرحب بمشاركاتكم وتعليقاتكم في هذا البرنامج إذن مثل ما ذكرنا منافسات قوية منافسات ممتعة حضرت فيها أبرز الأسماء التي عشقتها الجماهير نظرا لما قدمته في ساحات الميادين وتحت أنظار وتشريف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني يحفظه الله ويرعاه الذي شمل برعايته الكريمة يحفظه الله ويرعاه وبصوله وبوصوله الميمون الذي شرف من خلاله ميدان التحدي ليتابع منافسات المرحلة الثانية من سباقنا المحلي السادس وبالتالي منافسات سن الحيل والزمول التي كانت في يوم السبت الماضي في يوم الأمس حيث كانت الهجن حاضرة وقوية كعادتها دائما إذا بخالد تشريف سيدي أمير البلاد المفدى لا شك بأن شوفته في الميدان بمثابة يوم العيد عندنا أهل الهجن والله في البدايه ابو محمد امسي عليك وعلى الاخوان الموجودين وعلى مشاهدين قناه الريان وهذا سعد اللي نشوفه في حضور سيدي سمو الامير الله يطول عمره غير مستغرب ولا هي أول مره طال عمرك يشارك ابناء شعبه في هذه الفعاليات في شوف ابتسامته ربي يطول عمره ربي طول عمره يعني صراحه شفناه عندنا يحضر سيدي سمو الامير في ميدان الشحانيه يمكن هذه المره الثالثه يحضر فيها الله يطول عمره وهذا طال عمرك يعني فخر صراحه لنا كملاك هجن او كمشجعين لهذه الرياضه ومحبين لهذه الرياضه وهذا يعني الحضور غير مستغرب عليه طويل العمر يعني نشوفه دائما يحضر مثل ما تشرفنا اليوم وشفناه طال عمرك في معرض الكتاب كذلك يعني تشريفه في جميع في جميع المجالات الله يطول عمره وهذا غير مستغرب وهذا بروحه دعم صح لملاك الهجن ولمحبين هذه الرياضه وهو البركة وهو يعني الله يطول عمره صاحب الأيادي البيضاء في جميع المجالات سواء صديق. كانت تراثية ولا في جميع المجالات في الدولة صديق. وطويل العمر طال عمرك يشارك أبناء شعبه مثل ما قلت لك في جميع المجالات سواء كانت رياضية أو ثقافية أو أي إن كانت يعني حنا صراحة فرحنا والله بشوفته مساء أمس في ميدان الشحانية. وجعل ربي يطول عمره و... آه. وطويل العمر طال عمرك هو الدعم حضوره بروحه دعم لنا كملاك او محبين لهذه الرياضه صدق. وهذا يعني غير مستغرب من قيادتنا الرشيده نشوفها معانا في جميع المجالات نعم قائد المسيره ابو مبارك يحضر ويانا يدفع عجله هذه الرياضه نحو الامام هو المحرك الرئيسي لنا في جميع المجالات هو القدوه الحسنه شاهدناه يحضر في ميدان الشحانيه وحضوره وتشريفه يدل على ان هذه الرياضه بخير وحضوره له اكثر من دلاله ولا اكثر من معنى. نقول مرحبا 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 يا ابو حمد بين شعبك وجمهورك وفي ارضك استكبر. وهذا طال عمرك حضوره يحمل رساله بعيده المدى ويقول لاهل الهجن ابشروا بالخير وابشروا بالعز الله يطول عمرك دامني موجود انا طال عمرك داعم رئيسي لهذه الرياضه وابشروا بالخير وفاكم طيب الجوائز نشوفها دعم مستمر الجميع ما يخدم هذه الرياضة تحت طال عمرك تعليماته تسير قدما ولا يستبعد ولا يستغرب من سيدي سمو الأمير نقل رسالته لجمهور الهجن بحضوره وهو حضوره مثل ما قلت مسبقا له عدة أهداف الرياضة هذه بخير وطيبة دام وراها سيدي سمو الامير الحمد لله رب العالمين طبعا الدعم مستمر لرياضه الاباء والاجداد عندنا بعد تقريبا 15 يوم من الان مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه ويعتبر باكوره السباقات الكبرى في الدوله تحضر في هذا السباق جوائز عينيه كبيره جدا عدد السيارات 202 سياره بالاضافه الى رموز كثيرة. وبالإضافة إلى مفاجآت سارة تنتظرها الهجن. هذا فيما يخص مهرجان المؤسس. بعد مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو. الشيخ حمد بن خليفة الثاني. يحفظه الله ويرعاه سيدي سمو الأمير الوالد. الذي يعتبر هو باني قطر الحديثة. وهو الذي قاد هذه الرياضه الى ان تصل الى مصاف الرياضات المتقدمه حتى اصبحت رياضه سباقات الهجن هي الرياضه الشعبيه التراثيه الاولى في الدوله وبعد ذلك ننتقل الى مهرجان سيدي امير البلاد المفدى حيث العرس الكبير بدعم واهتمام سيدي امير البلاد المفدى نحن ننتظر ذلك الموعد بشغف بعد ذلك درهام التحدي الفكرة الرائدة من سيدي الأمير الوالد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك يا أبو حمد وأن يحفظ سيدي الأمير الوالد وأن يديم نعمة الأمن والأمان علينا في قطر أبو سلطان أبرز علوم الرئيس ما هي أبرز الأخبار اللي كانت في مجالس هل الرئيس من الأسبوع الماضي إلى يومنا هذا أبرز علوم الرئيس حلقتنا اللي طافت نعم ونقاشنا اللي صار هي من ابرز علوم الرئيس واستعدادات اللي جايه حق المؤسس ويبغون يعرفون اليه اللي هي اشواط الرموز يعني الهجن اللي بتشارك في الرموز لأن اللجنه اعلنت مسبقا ان فيه اليه بتكون حق اشواط الرموز يعني مو بكل ذلول تروح شوط الرمز صدقت والناس الى حد الان مو بعارفين الاليه بالضبط زين <applause> <applause> انا بس انا انا ما احب ترى دائما اكون في في حديث مع المشاهدين دائما احب اعطي الوقت الاكثر للضيوف ولكن بتكلم باعتبار اني انا مدير الحوار في هذا البرنامج برنامج الريس منذ ان انطلقت في تقديم برنامج متخصص فني لسباقات الهجن في قناه الجزيره الرياضيه وفي قناه الدوري والكاس واخيرا ووصولا الى قناه الريان الفضائيه كل ما نحاول أن نقدمه هو لخدمة هذه الرياضة ويشهد الله عز وجل أني لم أتلقى في أي يوم من الأيام أي اتصال من أي شخص يقولون يا سعد لا تكلمون في هذا الموضوع أو تكلموا في هذا الموضوع أحب أني أوجه رسالة شكر للجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وأخوانه وأعوانه أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على تقبل ما نطرحه في هذا البرنامج بصدر رحب وبسعة صدر صراحة فلهم منا جزيل الشكر لأنهم واثقين أن اللي موجودين في المجلس أخوانهم ولا نسعى ألا لرفعة هذه الرياضة من العامة يا أبو محمد أيوة. هي, هي, هي الأساس ونحن نتلقى من المسؤولين الله يجزاهم خير رسائل صح. شكر وكلمات شكر على عمد. ما يدور في حوار يستحقون الشكر ونجز... والله يجزاهم خير قايمين على الاشياء وبعدين متابعتهم البرنامج وراء الرئيس شافوا الناس متضايقين في الدوره الجنوبيه فتحوا مركاض في الدوره سير. في الدوره القصير وفتحوا في المؤسس بعد اشواط اشواط من سن الحقايق لين سن الزمول والحين انا اقول لك احنا صراحه شهاده شكر لازم نوجهها للجنه وللمسؤولين اللي صراحه ما في يوم من الايام يمكن باعتبارني مدير الحوار يمكن يجيني اتصال وشيء والله العظيم ما تلقينا اتصال او انتقاد في نقطه معينه لانهم عارفين ان اللي يطرحونه الربع في المجلس هو يخدم الرياضه هذه واخوانه من رساله وهي رساله من ملاك الهجم بعد ونقل امرك من اخواننا الهجم اللي ما يطلعون على الشاشه صح احنا نوصل لارائهم اي بس ابو بس سلطان وصل فكرتك بس انا اقصد انه يعني المفروض انه الاليه ما عرفت الاليه الاليه لحد الان مبهمه يعني ما ما عرفنا الاليه وش الذلول اللي بتروح شوط الرمز؟ انا سمعت يا سعد يعني وهذا المفروض انها تجي فيها مسجات او رسائل انها الاشواط الرموز في سن الثنايا والحيل والحيل الثنايا والحيل <applause> انا طال عمرك قالوا انها الخمس المراكز اللي قد جات في شوط رمز من سن لقيه إلى سن حايل صح قد تاهلت خمس او ماخذه سياره او ماخذه سياره من سن لقيه الى حايل هذه المعلومه اللي يعني صراحه انا سالت يعني رجل في اللجنه المنظمه بالاحرى وقال لي ابو خالد هذه طال عمرك اللي هي تقدر تدخل في شوط الرمز في سن الثنايا وسن الحي <تصفيق> <تصفيق> زين الاليه هذه ابو علي في بعض الناس احنا سمعنا الكلام هذا آه. الاليه هل هي بالفعل مناسبه او غير مناسبه؟ نطرح السؤال هذا. والله يا ابو محمد في البدايه نشكر اللجنه على راسم ساعة الشيخ حميد جاسم وعلى ساعة صدورهم دائما على نقلنا للرساله اللي من تفضل اخواننا ننقلها للمسؤولين يمكن يعني مع انهم تليفوناتهم شغاله ومجالسهم مفتوحه وموجودين بكل مكان لكن يعني كواجب علينا نوصل الرساله بطريقه اعلاميه وهذه نتمنى ان شاء الله نحن نقوم بهذا الواجب الآلية اللي تكلم عنها سيد بن خالد فعلا سمعناها أبو محمد بس ما سمعناها يعني من مصدر موثوق ونتمنى إن شاء الله أن وثقتنا باللجنة دائما دائما مثل ما تعودنا منهم ثقتنا فيهم قوية أنهم دائما يحبون يسمعون ودهم يطورون هدفهم إرضاء المشاركين صحيح الآلية هذه أبو محمد من وجهة نظر حمد طبعا يمكن تكون صح ويمكن محتاجة تعديل أو يمكن تكون خطأ من الأساس أنا أتكلم عن أن الآلية هذه طبعا مشاركه في شوط الرمز هذا حلم كل مشارك اي واحد حتى لو يجيك تو مشارك اليوم حلمه انه يشارك في الرمز بغض النظر عن النتيجه هل هو بيسبق هل هو بيجي ثاني بيجي خامس بيجي على الاقل بيدع مطيته اول 4 كيلو حلم كل مشارك بس كل واحد له طموح وله هدف يوصل له لكن حلم كل واحد يدخل الرياضه هذه مشاركه في شوط الرمز صحيح وهذا حق مشروع لهم نتكلم عن الاليه الاليه طبعا بحكم احنا نعرف الهجن وعارفين الهجن الهجن من سنه لسنه يختلف مستواها. السنه هذه مستواها رئيسيه في سنة الحقائق السنه الجايه لقيه تكون عاديه وتغيب من الشاشه مرات. بعضها لقيه وتغيب من الشاشه. بعضها لا والله غير كل سنه افضل. حقه رقامه، لقيه تسبق النقدي، جزاعه تاخذ سياره، ثنيه تريس في الاشواط الرئيسيه. يعني تدرج مستوى الحلال بحسب السلالات وبحسب ظروف المطيه اللي تمر بها بعض الظروف اللي تمر المطيه المطيه تضيع سنه ولا سنتين من راعيها اما ضالع اما مريضه اما يعني يجيها صادف من صواديف اللي دائما يجيها ويغيبها من الميدان سنتين طيب خلينا نتكلم شاركت حقه لقيه وجدعها غابت لأنها مرض بعض الهجن يعني ما تناسب مع راعيها تغيب من راعيها مده وبعضها ضالع يروح عليها موسم كامل بعض الرياجيل قد ولو انا حقه ويضمن سابقها بيضمها الى قدها حائل يمن النفس انها تشارك في شوط رمز سمعت هذا بعد انا اشوف القرار هذا ما ما راح يخدمه لو لو طبق القرار الهجن قلنا الحين السنه هذه بالمشاركات المحليه لين المحل السادس برزت هجن يمكن ما كان لها ماضي او كان ماضيها بسيط او كان لها ظروف احنا ما ندري عنها ما عندها سياره برزت الهجن شاركت وبعضها سجل افضل توقيت وبعضها يعني السنه هذه الراهن عليه بكره بيكون في شوط الرمز يعني بيكون قوي بيكون منافس قوي لكن نطبق هذا ما راح يخدمها لأنها لم يتم استبعاده من المشاركه في اشواط الرموز بعض الهجن السنين اللي مضت طبعا هذا معترف فيه عند هالهجن كلهم بعض الهجن يعني مو يعني مو محظوظ دائما يطيح في اقوى الاشواط ويجيب توقيت افضل من توقيت السيارات الثانيه يجي ثاني على السياره لكن توقيتها افضل من توقيت الثانيه دائما ثاني على السياره لكن توقيتها قوي والناقل يشد لها بالسبق زين حمد انا سمعت الحين شنو شنو الاليه اللي أنها مناسبه من وجهه نظرك ما علي انا بخلي بس نقطتين بعد ابو محمد وظيفه يلا تفضل عندنا لو نتكلم عن الماضي خلنا نتكلم عن معنا يعني مو بالماضي البعيد العام الماضي مه. اللي سبقت خالد سيف التحدي ما في رصيدها رمز ولا في رصيدها سيارات اللي هي سمرقند طبعا قبل نتائج الفحص لا في رصيدها رمز ولا في رصيدها سيارات عندك شراره ناقه العيده اللي تنافست وامتعت المشاهدين كلهم بالمنافسه الثنتين تنافس الثنتين شرار لا كان في رصيده سياره ولا كان في رصيده رمز الذيبه <applause> <تلحق> <تلحق> وتنافس الثنتين والذيبه والذيبه نفس الشيء اي ذيبه تقصد؟ ذيبه لا, لا كان في رصيدها ما أخن سياره لكن عندك ولو بنتكلم في التحدي قعود مسعود الشقب ثاني <applause> على <applause> السياره لا في رصيده سياره ولا في رصيده رمز يمكن افضل افضل مركز له في الرموز زي الخامس وخذ التحدي اللي هو جويزيان جويزيان هذا دليل انه ان المطايا في في تطور في تحسن. زين شنو هي الاليه اللي من وجهه نظرك؟ اوكي انا من 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 وجهه نظري قرار مثل القرار هذا اذا بيطبق المفروض يعلن عنه قبلها بسنه عشان هالهجن يعدون العده اللي مطيته مختله اللي مطيته ضالع اللي مطيته يعني بعض الناس كان يعني وده يعني يبغى شيء يخدمه او شيء يعني بيحصل له فرصه يمين ولا يسار عشان عشان يشارك في شوط رمز الموسم الجاي. والنقطه والمقترح الثاني اللي انا اشوف انه من الافضل ان ميدان التحدي ميدان الشحنيه يعتبر من اقوى الميادين في المنطقه كامله اي نقطه تسجل فيه تعتبر مطيه سبوق ما يسبق مطيه عاديه المفروض تحسب نقطة السابقة حتى لو كانت فيها أشواط محلية تأهيل خلاص سبقت تعتبر مؤهلة دخول يعني الشوط. سبقت قصدك أنا ماخذ ما المركز الأول ماخذ ما المركز الأول إذا أخذت المركز الأول في أي شوط من أشواط ميدان الشحانية تعتبر متأهلة لو دخلت في الثلاث المراكز الأولى في السيارة تعتبر متأهلة للدخول الشوط يعني الاول في محلي او من ضمن الثلاث المراكز الاولى نعم في السياره نعم او دخلت او دخلت في الخمس مراكز على الرمز مهو. تعتبر مطيه هاي مؤهله تدخل فيها أشواط رموز هذا شوي يعني يكون في شيء ثاني الشيء الثاني ابو محمد بنتكلم عنه لو بنتكلم عن اشواط العمانيات هل, بقى. هل عندنا اشواط عمانيات عندنا يقام عشان راعي العمانيه يفارس ما يدخلها في شوط سياره ما في طيب لو بنتكلم عن اشواط الانتاج هل اشواط الانتاج العام الماضي فيها اشواط رموز تخدم المنتجين ما في لذلك نتمنى ان اللجنه يعني اذا القرار هذا مثل ما وصلنا انه صحيح نتمنى انهم يعيدون النظر وهذا اللي دائما اعتدنا ممتاز أنا. انا برجع اخليك تكمل نظرتك ابو علي اذا حمد يقول اشواط ميدان الشحانيه كلها اشواط قويه ونقول دائما ختاميات مصغره صحيح. يعني اذا خذت المركز الاول تعتبر متاهله لشوط الرمز او من ضمن الثلاثه على السياره تعتبر متاهله او خامسه على الرمز من ضمن الخمسة الاوائل على الرمس يعتبر متاهلة شو تقول يا راشدي أنا وافق أبو علي على الكلام اللي طرحه أول شيء نشكر اللجنة برأسة ساعة الشيخ حمد بن جاسم وأخوانه اللي متواجدين في اللجنة <applause> ونقول لهم مثل هذه المقترحات أو الأشياء هذه ودك أنها يعلنون عنها إحنا ما جانا شيء رسمي إلى الآن ما سمعنا عنه شيء رسمي أنه شروط أو شيء اللي حق اشواط الرموز <applause> لكن نتمنى منهم أن يخلونها على الأقل لو هذه السنة نفس السنوات الماضية يخلون المشاركة في الرموز لأن حلم أي شخص أنه يشارك في الرمز حتى لو ما يأخذ الرمز اسمه بس يطلع في الرمز يعني تقول ما يحطون آلية هالسنة لا السنة هذا أنا أتمنى أنهم يوقفون هذه الآلية زين هذا رأي راشدي أنا أنا زين بس بوجه نقطة سعيد الحين راعي المطية السبوق مهم وديها الرمز ترى صح يعني راعي المطيه يبغى يستفيد منها مو بشرط اني بوديها الرمز حتى لو كانت مطيتي السبوق لكن يمكن ابغي سياره فيها ابغي تنافس صحيح. لي على شوط متاخر فراعي المطيه بعد ادرابها سعيد مو بشرط ان راعي اي مطيه سبوق يوديها شوط الرمز هو طال عمرك صحيح ان راعي الذلول هو ادرب ناقته وادرب شوطها اللي بتروح فيه ولا هو برايح شوط الرمز الا هو عارف اللي معه في الشوط ناقه فلان وفلان وفلان يشوف ناقته هل هي تقدر تنافس هذه الاسامي اللي بتروح في شوط الرمز ولا لا؟ أوه. ممكن ما تفضل مثل ما تفضلت يا ابو محمد إن هي يبيبها شوط سياره ورا يمكن الرجال يبي بناقته اشواط اللي غير اشواط الرموز مثل ما انتم عارفين بيكون فيها فحص لكن اشواط الرموز بتكون مفتوحه مفتوحه ممكن هذا الشيء بعد يخدم كثير من ملاك الهجن انه فارس بناقته السبوق وياخذ بها السياره في الاشواط اللي بعد اشواط الرموز ممتاز شنو هي اليتك المقترحه سعيد والله أبو محمد والله أبو محمد شوف مثل ما سبقون إخواني هذه آلية اللي اقترحها حمد هي بتكون منصفة يعني بتكون عندها نقطة وعندها عدة سبقات مثلاً عندنا ميدان الشحني من بداية الموسم الليل التمهيدي السادس أو المحلي السادس ولا طال عمرك يأخذون اقتراح ثاني يأخذون الثلاث المراكز الأولية من كل تمهيدي أو محلي الثنايا عندنا ست محليات يأخذون منها الثلاث الأولية اللي تأهلت تكون لها تأهيل ل درهم اللي شوط الرمز شوط الرمز المفتوح شوط الرمز المفتوح مبارك السؤال اللي يطرح نفسه هل الموسم هذا من المحل الاول حتى المحل السادس يدخل ضمن التقييم اللي سمعناه مقترح من قبل اللجنه ام لا بعدين انا في شقين شق مع اللجنه وشق مع جمهور الهجن وش ابو مبارك الشق الاول مع مع اللجنه لجنه يعني ترى سن الحقائق واللقاء والجذاع نفس أكيد. النظام السابق ما حد راح يودي ذلوله الا وحده يدري فيها أمزاح من الشوط وهذه فيها فحص أو, او منافسه وفيها فحص مسبق لكن انا مع شق اللجنه طعمك اذا تركت المجال مفتوح عائم الكل او المعظم انه يقول لك لا المجال هذا مفتوح الشوط الثنائي والشوط الحيل انا بحط يعني حد معرفتي وجهدي والاستعانه بالصديق من اجل اني اروح في الشوط هذا لانه مفتوح من مفتوح فبصير فيه تكدس وزحمه مفتوح ما بسبق وزحمه لكن طال عمرك اللجنه طال عمرك مشكوره برئاسه سعاده الشيخ حمد بن جاسم ونائب الرئيس الاخ عبد الله الكواري ومدير عام اللجنه الاخ مبارك البادي عملوا يعني عده نقاط او اليه لدخول الشوط بالنسبه لاخوي حمد هل انت مع الاليه ولا لا؟ انا مع الاليه في حدود في حدود لا تترك لي طعمك انها المطيه اللي لازم خلت السياره هي اللي تروح او يعني خلت السياره العام الماضي او اللي قبله او تترك لي طعمك المطيه اللي جات اولى وثانيه أو وثالثه أو على الرمز انها تروح يا اخي في هجن احنا السنه في السن الكبير شفناها قبل ما نعرفها أوه. ما عندها في الموسم سيارات. هذه ما عندها سيارات ولا عندها سبق ولا عنده منافسه على الرموز السنه دي برزت يعني انت مع وجود اليه ولكن تحتاج الى تعديل وجود اليه لكن اليه تكون فيها يدخل ضمنها الموسم هذا يدخل ضمنها المحليات من الاول حتى السادس في طعمك اشواط تكسر التيم هو بالشوط الاول والشوط الثاني لو تكسر التيم لو نرجع لماضيها مثلا نشوف ماضيها زين مستواها يعني متوسط تطورت المطيه مثلا مغيبها ضرائب مغيبها مرض مغيبها بعض الحلال ما مثلا ما شارك في المشاركات الا سن الثنايا او سن الجذع ادبت البيه والقضاء جذعها او ادبت جذعها والقضاء مثل ما شفنا طعمك طيب العام في بكره عند راشد بن دلوان شفناها ظهور قوي في سن الثنايا وين هي قالوا العسيف العام في القيط عندنا طعمك طيب الان من افضل الهجن الموجوده بكره ناقة الداب الجزيره ناقة الداب ما عندها سياره السنه عندها سيارات السنه عندها سيارات وعندها دائما الشوط الاول <applause> لا نعم عندها سيارة الآن في نهاية الموسم عندها سيارة مثلا لكن وين هي قبل العام؟ يعني لو تكلمنا مثلا العام ما أخذت سيارة الناقة من أفضل الهجن الموجودة في هذا العام وعلى غيرها الكثير من الهجن يعني أنت تقول مع آلية ولكن تحتاج آلية تعديل تحتاج تعديل وتوضيح أمام جمهور الهجن أوه. أنها تكون واضحة ومعلنة مسبقا زين أبو سلطان شوف اللي بتكلم فيه أن الموسم هذا موسم استثنائي الشروط اللي تنحط في الموسم هذا تكون شروط استثنائيه الوضع والحصار اللي صاير على الدوله يجبر يجبرك انت المشارك يجبر كل واحد واللجنه انها شوي تكون فيها تساهل اول شيء في هجن برزت السنه بروز قوي ثاني شيء برزت بروز قوي قوي قصدك ولا عندها رصيد ما عندها من السيارات رصيد ما عندها رصيد احنا خالصين من موضوع الرصيد هي برزت بروز قوي ما عندها رصيد صحيح ثاني شيء حمد قال اللي تاخذ الاول في التمهيدي في التمهيدي انا بقول الخمس اللي تاخذ الاول في التمهيدي من كل تمهيدي اللي جات في الاشواط جات حازت على الاول والثاني والثالث والرابع والخامس تروح شوط الرمز اللي يبي شوط الرمز يروح وما هو برايح شوط الرمز الا رجال عارف ذلوله باذن الله انها بتجي في الخمس في توقعه ورايه الشخصي مو برايح بس يسجل اسمه بس الشكل لأنه ما يبي يخسر بعدين جوائز و202 سياره 202 سياره مو برايح رجال الا يعني ظان من بالله سبحانه وتعالى ثم انه يجي في المراكز الخمس ابو خالد يشوف هي الزراسه يقول كنا لا ابو محمد يعني في هجن لما اقطع كلام ابو خالد في هجن يعني حرام ما تروح شوط الرمز خصوصا السنه يعني اذا كانت الاليه لازم عندها سياره او جايه في شوط الرمز صراحه حرام انها ما تروح شوط الرمز. بعدين يا ابو محمد الربع تفتح طعمك بورصه الهجن الان طعمك بعض اخواننا اصحاب رؤوس الاموال يبون يشترون وش, وش افضل, أفضل حائل وش افضل ثنيه موجوده لا الناقه هذه ناقه صح ناقه سبو لكن قرارات القرارات تمنع انها تشارك في شوط الرمز ما تقدر تشتريها. صحيح يعني تحد من تحد من المشتريات المشتريات قيمة المشتريات او بورصه الهجن مثل ما نقول صح. اللي مشتريات ليت الركب صح وش افضل ناقه اليوم شاركت مثلا في المحلي الخامس ومحل السادس ناقه فلان ناقه فلان صح ناقه هذه سبوق لكن ناقه هذه القانون لا يخدمها أه. خليها تقعد عند رايي محمد فيها صراحه هذا لا علي. انت انت كانك ما ما وافقت على مقترح لا انا علي يوم قال الخمس لا الخمس من كل شوط اي يعني كم شوط عندك حيل ذا السنه؟ كم شوط ثنايا؟ إذا بتاخذ الخمس معناتها كل الهجن اللي شارك عندك بدر الشحانيه في السن الكبير معظم 90% منها راح شوي يروح في شوط الرمز اللي إذا كان رايحه كلها شوط. هي ما هي برايحه كلها ورأيها ادراب قول بعدين بتخفف اشواط انا ما اقول لك انا ما اقول لك زحمة الضغط على السيارات بيخفف انا شوف. ما اقول لك يعني انها ما تروح راعي الذلول هو ادراب هناك وين بيوديها لكن الخمس مراكز من كل شوط صراحه يعني مبالغ صعبه, مبالغ صعبة. مبالغ مبالغ وبعدين وعدتك أجيك. وبعدين ساعات مثلا وفي اقتراح ياخذون الثلاث من كل شوط اول مثلا اذا ما هم ماخذين اللي عنده ما عندها سياره واللي ما عندها هذا يخلونها الثلاثه الاوليه او الثلاث المراكز الاولى من الشوط الرئيسي بداية من بدايه التمهيد الاول للتمهيد الاخير انا اعلنت من قبل اذا انا برد على ابو خالد كان اللي ياخذون من الشوط الاول لا خله من كل تمهيدي في كل شوط لو انك اعلنت من قبل كان لقيت الزحمه كلها في الشوط الرئيسي عشان ياهل <applause> تفضل ابو علي لا اقول لك ابو محمد انا ترى ضد فكره ان الشوط بيكون مزحوم او العظام يشوحون مشاركين علشان الفحص ان شاء الله. العرب درع بها. العرب طال عمرك واعي مهم 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 خبلان. صح الرجال اللي مطيته يدري انها ما هي بجايه بالخمس ولا على الاقل قريب من الخمس ادخل في الست ولا في السبع مراكز يمن النفس انه بعد ال... طلوع النتائج انه بيتقدم ما في نتائج ولا هم مقدم في الشوط طال عمرك الا مطيه قويه لان طال عمرك اول شيء الجوائز محكوره الى خمس مراكز ثاني يعني شيء بيحرم نفسه اذا هو يقول مطيتي ما هي في المنافسه او بتدخل في صلب العشر المراكز الاولى ما راح مو مغامر مطيته وده هناك ثاني ولا ثالث احسن من قوله خيرها بغيرها يضمن شيء في يده احسن من من مغامره ثاني شيء لو لو بنسال الحين انفسنا وانا يمكن اجاوب فاسال بجاوب هل الهجن مات الرموز العام الماضي هي افضل موجوده او افضل الهجن اللي بتشارك في المؤسسه انا بقول لك لا من وجهه نظر حمد الهجن مات الرموز اللي شاركت في الرموز ونافست اليوم هذا ما هي بافضل ما هو موجود ولا هي ما شاركت، شفنا الهجن شاركت هجن، وبكره بتشارك وبتكون في صلب المنافسه، لكن هل بيكون لها نصيب الاسد مثل قوة اللي حمست... احنا اللي متوقعين منها؟ انا اقول في مجال المؤسس صعب مطيه لها ماضي قوي بنشوفها مستواها لان العرب كل واحد عنده استراتيجيه معينه وعنده هدف معين، ويمكن اغلى الرموز او اغلى شيء يعني يعدون له الهجن خصوصا العزب القويه والعزب مدعومة هو سيف سيدي سمو الامير. الكل يعني كل واحد عنده مطيه لها ماضي وماضيها قوي يمن النفس انها بتكون مشاركه في هذا المهرجان وتحقق له اغلى الرموز كلها له هو السيف سيدي سمو الامير انا اتوقع ابو محمد ان في هجم تبرز اذا كان القرار هذا عدل عليها ويعني يعني طبعا الحين لحد الان ما جانا شيء رسمي بس اعرف سؤال في هاللجن يطلعون بعض العلوم القرار هذا اذا عدل عليه انه بنشوف هجن يمكن ما في ماضيها سيارات وبتحصل على الرمز واذا ما حصلت على الرمز تاهت للتحدي بيكون لها نصيب التحدي انا اتمنى ان شاء الله نشوف طبعا دائما اعتدنا منهم اللجنه دائما المرونه ودائما يلبون رغباتها للجنة جزاهم الله خير نعم ابو انا اتوقع ان بكره في الثنايا وفي الحين ما تسبق الا سواء افتحوا التنشيط او ما افتحوا التنشيط هو هذا مفروغ منه هذا أحب. مفروغ منه لا بس انت ما تقولون بيكون زحمه في الشوط او مش زحمه والسنه بتبرد اسامي ما أبرزت العام الماضي لانه شفنا السنه في الثنايا وفي الحيل اسامي ظهرت لنا جديده كلها. العام كانت رقامه تي رابع خامس على السياره. السنه شفناها اداء تاخذ اشواط سبيل من المحلي الثالث والرابع تأدي اداء صراحه امهات رموز. وبكره بتشوفون في اشواط الرموز. سعد على سبيل المثال عندك شفنا بكره حمد محمد بن جهويل اللي هي جباره. شفناها سبقت مسافه 6 كيلو، شفناها سبقت بمسافة 8 كيلو. وكلها صا هي صاحبة التوقيت الأفضل في صح في ال المحلي صاحب التوقيت الأفضل نعم صح صح وهي لكن الناقة, الناقة هذه العام حد منكم يعرفها ولا شافها؟ لا أنا ما أعرفها جبارة لا جبارة سبوق الناقة سبوق وفي رصيدها سيارة يا حمد؟ ثاني على السيارة ثاني على السيارة يعني هذه هذه رأيها انه إن من الناس بكرة طال عمرك انه ياخذ عليها رمز الثنايا هي من اقوى الثنايا هي من المرشح عندنا ميدان الشحانية صاحبة تيم الحدث يعني حرام يعني الذلول مثل ذي ناقه مثل ذي عندي انا كمالكها ما الله ما الله وفقه بس الاجزاء، اجي ثاني على السياره ثالث على السياره تحرمني اني اروح شوط رمز هذا بعد صراحه يعني يعيدون النظر فيها الله يجزاهم 80% وإن شاء, وان شاء الله أن... وان شاء الله أنا مو مقصر. اللي في رصيدها رموز العام 80% من رايي انا الشخصي ما هي بجاهزه حق رمز الثنايا والحيل في المؤسس. رمز المؤسس نعم. ما هي بجاهزه لان شوف اكثر الهجن اللي وفي رصيدها رموز هنا مشاركاتها في التمهيد السادس تكون على اول مشاركه وثاني مشاركه يعني انها تستهدف مهرجان سيدي سمو الامير مثل الاغلى والابرز عندهم كلهم وهم يبغونه والمستهدف هم حاطين له خطه استراتيجيه انهم يوصلون زين تكلمتوا فيها الاليه كاني سمعتهم قبل الحلقه تسولفون موضوع اشواط او شيء انت ابو سلطان او او سعيد اي أيوة والله يا ابو محمد صراحه شفنا الجدول اللي وضع المهرجان المؤسس طيب الله ثراه وصراحة أشواط الحيل والزمول يا سعد هناك خمسة أشواط الحيل وسيارتين للركاب اللي هي الزمول يعني هذا نشوفها صراحة يعني أنت شفتوا وحضرتوا المهرجانات من بداية الموسم إلى المحل اللي أمس تكلم أمس على الأشواط المفتوحة ها؟ الأشواط لا مش مفتوحة الأشواط العامة إلى الأشواط العامة المفتوحة الأشواط العامة المفتوحة اللي هي الأشواط أبناء القبائل إي اللي هي العامة المفتوحة العامة اللي ما المفتوحة المفتوحة هي بنتاج اللي ما هي بنتاج ولا انتاج ما بالكبار لا لا طيب في انتر في 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 شوطين اذا نتكلم على الاشواط العامه المفتوحه الاشواط العامه المفتوحه طال عمرك الجوائز صراحه انا اشوفها يعني قليله في سن الكبار خاصه الزمول حاطين لها سيارتين احنا شفنا الزمول عندنا هنا طال عمرك تنطلق بال70 وبال80 بعير في الشوط الواحد وسيارتين صراحه هذه قليله في حق اهل الزمول والحين ايش رايكم؟ انا والله ما اطلعت على الجدول حتى الان لكن اسمع الاخوان يتكلموا فيه انا اوافق سيد خالد والله وجهه نظر محمد الاشواط و... و... صراحة شفت... واجد وشفت مسجات بالجروبات يعني الجماعه مستائين من هذا الشيء كم سياره هي... حبت الهزمون سيارتين سيارتين كل الزمول كلها عشان والانتاج سياره يعني ثلاث سيارات من غير اشواط الرموز من غير اشواط اللي اعتدنا عليه طال عمرك إن سيارات اقل شيء الزمول بالزحمه هذه خمس سيارات خمس سيارات أنا, انا اشوفها بعد وشوي بعد انا اشواط الزمول المطايق صراحه ما شفتها بس انا شفت اشواط أشواط الحشوان اللقاء والجذاء ملاحظه بسيطه ونتمنى ان شاء الله اللجنه بعد توسع صدورها ما علينا نعم تفضل الله يعينهم يتحملون شوف شفت أشواط الحقائق واشواط اللقايه للانتاج حاطين لها حاطين اشواط الرموز الفائزين الخمس مراكز دولة بينما اشواط المفتوحه اللي هي اشواط تعتبر هجم الشيوخ الانتاج في الحقائق واللقايه العشر احنا نتمنى ان شاء الله ان اللجنه ينظرون العين العطف لاشواط الجماعه إيه؟ يزودون لهم الجوائز الى عشر قصدك اشواط العامه اشواط الانتاج لاشواط العامه جوائز الخمس جوائز الخمس اشواط الرمز والشيوخ العشر والشيوخ اشواط الرمز بالانتاج العشر العشر ملاحظه هذه إيه نتمنى ان شاء الله ان اللجنه <applause> يوسعون صدر شيء على الجماعه المفروض يحطون العكس لا لأن لأن شوف اكثر اكثر عدد مشاركات <applause> 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 لا, لا لا شوف لا ابو <applause> <applause> محمد انا <applause> لهم أنا, <applause> انا قلت لهم يزودون هذا الحق لان طال عمرك هذا ما شاء الله اكثر ومشاركتهم اكثر والواحد اللي بيجي عاش في بشوط الرمز هذا كم يسوى عنده؟ لا صح والله يسوون العكس يا حمد حمد والله يسوون العكس يحطون للشيوخ طال عمرك خمس مراكز اولى لا 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 ابدا خلنا نخلهم على العشاء خلنا نخلهم على بالمشاوى بالمساواه في الشحانيه في الشحانيه نعم تزيدوا وما ينقصون ان شاء الله انهم مو مقصرين هذا الكلام صحيح وهذه ملاحظه صراحه تشكر عليها يا ابو علي والله هذا على حسب نظرتي وانا لو عندي بعير الليلة كان طلب في شوط الزمول لكن بعيري ضالع عسى الله امين امين زين الراشدي ما عنده غير زين بعدين ابو محمد بس بنقول عشان قبل ما نسكر موضوع الثنايا والحيله ابو محمد كل ما وسعوا الخاطر عليها كل ما كان افضل لان الملاك اول شيء حركه البيع والمشتري فيها بسيطه قليله نعم قليله خاصه وال والواحد طال عمرك اي شيء يحز في خاطره على المطيط الكبيره ودك كل ما وسعوا الخاطر عليهم وكل ما وسعوا الفرص يكون لهم افضل لان الواحد صح. ضام المطيه اما طلعت وغابت منه سنه يعني على الاقل شيء يعوض احسن من لا شيء ان شاء الله اذا المشاهدين الكرام دعونا نذهب بكم الى هذا الفاصل الاول ثم نعود من بعده لاستكمال ما تبقى من برنامجكم الرئيس حياكم الله مشاهدينا الكرام يكاد ميدان سباقات الهجن العربية الأصيلة هنا في منطقة الشحانية أن يكون أشبه ما يكون بخلية النحل نشاط مستمر وفعاليات تكاد لا تنقطع بشكل شبه يومي في اليومين الماضيين تحديدا في الأول من ديسمبر والثاني من ديسمبر شهدنا إقامة فعاليات المزاد الشخصي الذي شهد إقبالا كبيرا من المشاركين ومن ايضا الساده الراغبين في اقتناء افضل السلالات فكانت اعرق السلالات مجتمعه في منصه عرض واحده شهدت اغلى صفقه شراء في هذا المزاد 400 الف ريال البكره اللي يمتلكها سالم بن محمد بن عقيل المري وانتقلت ملكيتها الجار الله بن علي البريدي فنهنيهم ونبارك لكل من باع في هذا المزاد ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم دائما وابدا الى ما يحب ويرضى بدينا ابو علي في المزاد الشخصي مزاد شاهدنا فيه اقبال ولله الحمد شفنا فيه صفقات واجتمعت سلالات طيبه الكل يبحث عنها من اهل اللجن شفنا سلالات الفايز الواعي شاهين الصغير شاهين الرموز بعير الخيارين الحصان بعير القمره وبهالمناسبه اشكر صراحه السيد صالح بن حمد القمره على تقديمه لسيارتين في هذا المزاد يشكر صالح بن حمد القمرة اللي قدم سيارتين للهجن المشريه من المزاد كما نشكر ايضا الرعاه اللجنة المنظمة لسباقات الهجن شركة قطر للاتصالات أريد هذه الشركة الرائدة في مجال الاتصالات اللي قدمت أيضا دعمها لهذا المزاد نشكر قناة الريان الفضائية اللي انقلت هذا المزاد عبر الهواء مباشرة نشكر مختبر قطر للوراثة ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المزاد شركة القمرة القابضة ومجموعة القمر القابضة بعد بيض الله وجهك خالد أبو محمد نشكر كل الداعمين لهذا المزاد ونشكر كل من شارك سواء عرض حلال ولا شراء ولا سوق لهذا المزاد نشكرهم ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ونقول الله يربحهم يربح الشاري ويخلف على البايع ان شاء الله ونطلب من البايعين اللي باعوا يدعون للي شروا بالربح لان هذا اهم شيء المزاد ابو محمد تنوعت فيه السلالات شفنا نوعيات صراحه يمكن على الطبيعه وفي العرض صارت افضل من الصور بمراحل يعني مراحل وهذا شيء طبيعي دائما مطايا دائما تظلمها الصور لكن شفنا والحمد لله رب شفنا حركه بيع ومشترى فرحه البائع فرحان والشاري فارح وهذا شيء يعني يسعدنا صراحه ولو ان شاء الله اذا الله احيانا الموسم الجاي بنتكلم عن هذا المزاد وبنعرض بعض الحلال اللي انعرض في هذا المزاد سابق ومنافس في اشواط رموز وحاصل على سيارات وبالمناسبه أبو محمد نشكر صالح بن حمد القمره على المبادره الطيبه اللي قدمها لاهل المزاد تقديما لسيارتين صراحه يشكر عليها ابو حمد ولا والله الغريب عليه لا ابو حمد ولا رجال اللي مثله ودهم يساعدون الناس ودهم يفرحون الناس والفرحه هذه مع أننا احنا ما دخلنا المزاد لكن والله ابو محمد قنانا العلم الطيب يقنانا حتى لو ما دخلنا المزاد وانا صراحه اعتذر اني ما دخل ما المزاد لاني مرتبط انت كنت, عمل. كنت مشغول في ملتقى الشاب القطري المصاحب لمعرض الكتاب ولا والله كان ودي اني حضرت ودي اني اخذت شيء من الحشوه لكن ان شاء الله الجايات افضل ان شاء الله ندعي للي شرى بالربح والله يوفق الجميع. ابو خالد انت حضرت في المزاد واشتريت كيف تقيم هذا المزاد وما هو انطباعك عنه؟ في البدايه ابو محمد انا بوجه شكر لصاحب هذه الفكره او القائم على هذا المزاد، المزاد الذي يقام عندنا في دوله قطر لاول مره المزاد الانتاج الشخصي او لابناء دوله قطر. صراحه فكره يعني فريده من نوعها ولاول مره تقام عندنا ونشكر القائم على هذه الفكره ايا كان واي اي جهه صراحه المزاد هذا انا حضرت في اليومين اللي قيم فيها صدقت وصراحه كان هناك اقبال جيد واقبال طال عمرك اللي هاوي واللي يبغى يبيع الكل الاثنين ان شاء الله انهم مستفيدين اللي شرى له حاشي من هذا المزاد طال عمرك شرى بكره بالله الفايز بنت الفايز راحت يعني. 140 نعم والله يبارك له ان شاء الله 145 هذه بكره حمد بن غانم الهدي نعم هذه طال عمرك اللي زايدنا عليه حمسه ابو محمد وراحت لصالح مسلم بن عقيل 220 تستاهل يا ابو فيصل هذه فرصه لك ان شاء الله جعلك سيارتي ان شاء الله تاخذ عليها رمز وهذا المزاد طال عمرك هو فرصه لاقتناء افضل السلالات فرصه لاقتناء افضل السلالات على الزبون الطيبه اللي عندنا في دوله قطر سواء من زبون هجن ام الزبار ولا زمول ابناء القبائل وصراحه يعني اغلبيه الحشوان اللي عرضت في هذا المزاد راحت او انباعت وانتقلت ملكيتها من اصحابها للمشتري الجديد اللي اخذها ونشكر طال عمرك بعد اللي هو صالح بن حمد القمره على دعمه للحشوان اللي بيعت في هذا المزاد بسيارتين خصصت لاشواط اللي بتكون هناك طال عمرك سيارتين للحشوان اللي شريت من المزاد لا. ونقول له هذا الامر غير مستغرب من صالح بن حمد القمره لا هو للرجال اللي مثله ونقول له بيض الله وجهك ابو حمد ومشكور طال عمرك على الحشوان اللي قدمتها كذلك في المزاد لا. من افضل السلالات وعلى يعني حلال حنا نعرفه ما طال عمرك مشريات الملايين ومنافسات ورصيد السيارات باع حشوان هنا طال عمرك باسعار يعني صراحه في متناول الجميع ونتمنى ان شاء الله التوفيق اللي اللي شرى والله ان شاء الله يربحهم نعم مبارك مبارك يشكر القائمين على هذا المزاد بصراحة اللي يتاح الفرصة لملاك الحلال طال طيب عمرك أنهم يلاقون طال طيب عمرك الأسعار الزينة لترضيهم ترضيهم وترضي الشاري صحيح بادرة طيبة نشكر الجهات الرسمية اللي ساهمت في إنجاح هذا المزاد المزاد ونشكر كذلك الأخوان اللي مدوا المزاد بنوعيات طيبة يمكن الاخ اللي هو صالح بن حمد القمره وعلى المبادره اللي بصراحه دعم فيها دعم طيب انه حط سيارات للحشوان اللي انبعت في المزاد هذه بعد دعم لملاك الهجن ودعم للناس اللي يشتروا نوعيات بعض الناس طال عمرك يفكر اني انا ابغى أضرب على البعير هذا وانطرها تلقح وتلد ودب بنتها اشتر لك حاشي ادبه على طول وروح في الشاشه اذا الله اعطاك منه فهذه مبادره طيبه الناس طال عمرك ترزقوا اصحاب الحلال بعض الناس يقول لك انا ما نبي اشارك في الريس يمكن من لفان التواقيت بكره اخونا محمد مبارك المفقاعي هذا طال عمرك الرجال يمنتج ويدور الركاب الطيبه وينوخ بس انه ما عنده مشاركه في الركب يبيع الحمد لله امس جابت له سعر زين بكره شكلها طيب ومن اول انتاج لفان التواقيت جابت له سعر زين الله يرزق راعيها اللي اشتراها بكره آه. لا سبقت طعمك امها ناقده فلان صدقت، وبيروحون طعمك بياخذونها عاده تمص امها عاده حواره العرب فبادره طيبه منفعه عامه للناس صحيح اذا احنا نشكر كل الرعاه مثل ما قلنا اللجنه المنظمه لسباقات الهجن اللي قدمت الدعم الكبير نشكر ايضا شركه قطر للاتصالات اريد اللي كانت راعي في هذا المزاد نشكر مجموعة القمرة القابضة أيضا اللي كانت من ضمن الرعاة نشكر قناة الريال الفضائية اللي قدمت النقل الحي والمباشر لهذا المزاد ونشكر أيضا مختبر قطر للوراثة اللي ساهم بتثبيت الحشوان من خلال تنسيبها على أبوانها الشكر لكل لجنة التشبيه والتسنين حسن بن زايد العتيبي أه بن مرهي النابض صالح بن عمير النعيمي أحمد بن زايد بن ترجم السهلي مبارك من بادي النعيم اللي كان متواصل اخونا صالح بن ناصر العيده معلق المزاد حمد محمد الزعبي اللي اضفى جو من الحماس نشكر الجميع ولكن ايضا رساله شكر ليست مجامله وليست رياء وليست تزلفا لهذه الشخصيه التي صراحه كانت حاضره في المزاد بقوه صالح بن حمد القمره نقول لك ابو حمد بيض الله وجهك قدمت سيارتين للحشوان المشرية في هذا المزاد وحشوانك اللي جات في المزاد الحميدي على طول جاب الحاشي 15 ألف 20 ألف 25 ألف على يرجع. طول ما يرجع نعم. سيدة يقول نصيبك بن هاملة اللي هو وكيل القمرة سالم الجامرة. بن هاملة شكرا للقمرة بيض الله وجه صالح بن حمد القمرة وبيض الله وجه القائمين على المهرجان رسالة شكر يستحقها رجل هذا أول شيء الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله عبدا سمح اذا باع سمح اذا اشترى سمح اذا قضى صالح بن حمد كلنا نعرفه وغني عن التعريف ولا ولا يعني شهادتنا فيه مجروحه صالح بن حمد ما هو في حاجه ال 10000 ولا ال 15000 ولا ال 20000 باع حشوان امهاتها انتاج صالح بن حمد القمره كلهم يدر ما يشتري ما يندخ ما تغدي ناقه في انتاجه الا شاريها قاطع البودره صاحبة رمز صاحبة سيارة ثاني على الرمز ثاني على السيارة يعني إنتاجه من إنتاج المميز جدا وشفنا إنتاجه وركض حلاله عرض حشوان أنت المالك الشعبي لو حاشي الحاشي عندك على البعير بعير صالح بن حمد القمر أركاب مشرية على إنتاج مشرية بالملايين حشوانها باعها في متناول الجميع صدق ما رجع حاشي <applause> يبغي الناس على طول بن هامر اول ما يقول سعر يقول الله يبارك له نعم. الله يبارك له جزاه الله خير توجيهات من صاحب الصالح صالح نعم عرفت نشكر صالح بن حمد ويستاهل يستاهل والطيب وش... لا جاء من اهل الطيب ما هو بغريب وان الشكر مم. للاخيار شرعا به يوصي اله الشاكرين يستاهل نعم. ودعم الركض بسيارتين سيارتين ما هي بسيارات يعني خلينا نتكلم بالعاميه ما هي بصينيه نعم دعم بلوزرات قيمه الواحد 150000 ولا 140000 ولا 160000 صدق يعني سيارات قيمه صراحة يستاهل والله بيض الله وجهه واحنا يعني انا اتكلم لك عن نفسي وعن الربع اللي حاضرين عن نفسك و... ونيابة عنا الربع نيابة عنك الرجال هذا كلمة شكرا ما توفي حقه يعجز يعني اللسان يستاهل انت الراشدي ما كنت موجود في المزاد لكن وصل الى علم انك شريت من المزاد نعم انا شريت في المزاد اول شيء اشكر جميع القائمين على هذا المهرجان المزاد الشخصي الصراحه مزاد ناجح من جميع الـ 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 الاشياء يعني ونشكر صالح بن حمد القمر على الدعم دعمه بالحلال في عرض الحلال والبيع هذا يعني يعتبر قليل في حقه ابو حمد ولا يستغرب منه داعم رئيسي للهجن انا شريت طال عمرك مريت العصر من هنا وعينت لي بكره معروضه بتدخل المزاد العصر وانا كنت مشغول ذاك اليوم المهم تابعت الباكره في التلفزيون اللي شفتها وصلت قيمه وراحت في نصيبها الحمد لله المهم ظهرت رقم الرجال طال عمرك اللي شار الباكره وقلنا على هذه 5000 زياده فوق القيمه لين شريت <applause> رب باع بعتها قال بعت الحمد لله نعم مبروك مبروك سؤال يا الراشدي ولا عليك امر ولا اخواني البكره محليه ولا مهجنه؟ لا مهجنه بنت الطاير بنت الطاير شحنيه الطاير ولد الندى طاير مبروك مبروك ما ضعت ما عليك وامها امها محليه امها بنت شاهين ما شاء الله. أه نعم. ما شاء الله. هي هني ولا هني ما عليها. الحمد لله. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه أبرز الأخبار اللي كانت في الأسبوع الماضي، ندخل معاكم الآن في تقديم التحليل الفني للأشواط الرئيسية شعار اللورد يأبى إلا أن يظهر في الأشواط الرئيسية فقدم لنا في الشوط الأول الرئيسي الذيبة التي سجلت التوقيت الأفضل 12 دقيقة 33 الثانيه تماما وكمالا نهن اللورد عبد الله بن سعيد العيده ومالك الديبه سلمان بن ناصر بن سعيد بن محمد العيده وايضا المضمر حمد بن رايه المري ونشوف ايضا زعفرانه عند الداب عند بن جرحب كيف تابعت الشوط حمد شفنا الشوط وشفنا الذيبه الذيبه مو عليها لا نسيت انا التحليل عقب بنجيك نسيت. <تصفيق> <تصفيق> رحنا على السيستم الاول اذا هذه الذيبه زعفرانه في المركز الثاني وازمه جاءت للمسند في المركز الثالث والذيبه هي صاحبه التوقيت الافضل ان شاء الله وفي الشوط الرئيسي الخاص بالثنايا القعدان استطاع معدي ان يتعدى كل القعدان الحاضره معه في المنافسه ليهدي السلام من ميدان الشحانيه الى الاشقاء في سلطنه عمان الشقيقه نهني مالك معدي ناصر بن حمد بن حميد الزرعي على فوزه بالمركز الاول وتوقيت ممتاز صراحه 12 دقيقه 36 ثانيه ثمان اجزاء من الثانيه. ابو حمد حدثنا عن انجازات معدي في هذا الموسم والله انجازاته طيبه السنه معدي والاشتراكات ثالث ثاني وامس سبق وقبل المركاض هذا له منافسات السنه تو جاهز بعيد اجزمت على الدخل على على يشارك في الشوط الاول نعم نعم مصر عليه عقب مركاض المحلي الخامس مصر علينا نشارك يشارك في الشوط هذا راشد حدثنا عن هذه السلامة التي تحملت من هنا من ميدان الشحانية إلى السلطنة وأجواها الحمد لله هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وكتب لنا هذا النصيب وهذا السبق ونحب أن نهدي السلامات على ما وصلت وبلغته جزاكم الله خير مذيعين ونشكركم سلالة معدي وتقبار بالحمر أم سودانية وهو من انتاج جابر بن مطلق الهاجري وفي منافسات أشواط الإنتاج استطاع شعار محمد بن علي بن سالم من سنيد الدعية أن يقدم بلشة وبالمناسبة هذا هو الإنجاز يمكن الثاني أو الثالث البلشة يستاهل شعار الدعية وله بغريب رجال داعم الرياضة وشعاره من أقوى الشعارات توقيتها 12 دقيقة 49 ثانية أربع أجزاء من الثانية نشوف التحام كان في خط النهاية ولكن بلشة كانت البلشة سنيد نبارك لك ونقول لك الف مبروك على فوز بلشه وتحقيقها بناموس الانتاج في سن ثانية الله يبارك فيك ابو محمد، هنيك خير وعافيه. سنيد حدثنا عن انجازات بلشه وحضورها في هذا الموسم. والله حضورها طيب وانجازاتها طيبه، حاصله على سياره في التمهيدي الثالث، المحلي الثالث، الشوط الاول انتاج، وحاصله على المركز الاول والشوط الاول ايضا في المحل الخامس. كررت انجاز اليوم الله الله يبارك كلها بالشوط الاول سلب مبلش الهرش والام مهجنه من الانتاج وفي الشوط الرئيسي الخاص بالثنائي القعدان للانتاج استطاع مغامر ان يحقق المركز الاول مغامره ناجحه، كانت لشعار الصعاق سالم بن محمد بن علي بن متعب الصعاق اللي قدم مغامر في هذا الشوط الرئيسي الخاص بالانتاج، وكان توقيته 12 دقيقة 54 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية، نقول سلام مغامر سلام وسلام يا الصعاق. سعود نهنيك على فوز مغامر المملوك لسالم بن محمد الصعاق ونقول لك الف مبروك على فوز مغامر وتحقيقه في شوط الانتاج للثنايا القادم هنيك خير وعافيه ابو محمد والناموس الجميع. آه سعود حدثنا عن انجازات مغامر في هذا الموسم. مغامر مثبت وجوده اليوم بيض الله وجهه وسابق المحل اللي طاف المحليات اللي قدامها ارقام متقدمه الله وفقه اليوم وسبق. سعود حدثنا عن الاعصاب من بدايه الانطلاق او, أو متى اجزمت ان مغامر في صاحب الشوط. والله يا ابو محمد القعدان اللي معه سباقهم كلها ومن نص المسافه واحنا متاكدين انه ما هو طالع ان شاء الله من الثلاث سبق اليوم باي ظرف مغامر على جبار بن عيد عبد الله بن عيد منصور وامه من بنات جبار إذن مشاهدينا الكرام نهني كل الاخوه الفائزين شفنا الذيب ابو علي مع شعار العيده تحقق المركز الاول بالمناسبه شعار العيده خذ اكثر من اربع اشواط في في يوم الثنائي ست اشواط تقريبا عندنا الشوط الرئيسي ذهب مع معدي لناصر بن حمد الزرعي في شوط الانتاج بلشه لمحمد بن علي بن سالم الدعيه ومغامر لسالم الصعاق المري محمد شعار العيدة دائما ما يغيب من الاشواط المنافسه من الاشواط الرئيسيه شفناه ممثل في سن الثنايا على الذيبه وتصنف الذيبه من متابعتنا لمشاركاتها من افضل الثنايا عند عند اللورد شفنا ابتسامه كانت حاضره بعد كانت حاضره صاحبه الرموز العام الماضي شفنا معدي بعد قهود الزرعي نهن اخواننا في السلطنه على مستوى معدي وعلى تمثيله لهم خير تمثيل في شوط الانتاج بعد شفنا بلشه بكره الدعيه والدعيه دائما يعني شفنا مستواه اذا حصل السبوق تثبت مستواها ما تختل ودائما في صلب المنافسه وعنده انتاج طيب نتمنى له ان شاء الله التوفيق ابو سالم شفنا بعد شوط القعدان هذا الشعار صراحة اللي من بداية الموسم ما قام منافسة شعار سعاق يستاهل نشوفه دائما في في أكثر المراحل العمرية في في السباق دائما شعار الصعاق موجود شفناه ممثل مغامر نهايته القوية رغم أنه واجه ضغط من قعود الرومي مهيض من أقوى القعدان ثنائي القعدان لكن قدر مقام حسم النتيجة وأكيد القعدان اللي شفناها والبكار اللي شفناها في المحلي هذا بنشوفها في تمثل شعارات ملاق ان شاء الله في في أش... مهرجان الماس صدق محمد انا اللي بغيت اللي... ادخل عليه في التحليل بغينا نرجعكم للسيستم القديم ما تبونه لا <applause> انا عندي ملاحظه بدايه اهني جميع الفائزين ولكن القعود معدي انا اعرف القعود هذا قعود الزرعي قعود الزرعي. الزرعي القعود الزرعي هذا طال عمرك قعود لو تنظر توقيته 12 دقيقه و36 ثانيه ما شاء الله من أفضل التوقيت تقول توقيت بكرة بينه وبين الشوط الرئيسي ثلاث ثواني ثلاث ثواني ويعتبر يمكن ثاني أفضل توقيت بالنسبة للقعدان قعود هذا في رصيد السيارة العام الماضي وثاني على السيارة والسنة طال عمرك مداخله تجهيزية وراعيها عدل عد العدة فيه من أجل هدف معين ناوي شوط الرمز الله أعلم قعود طال عمرك قعود طيب ونحذر من سلاله طيبه وانا اقول قعود هذا راح يكون ند قوي في شوط الرموز يستاهل راعي نعم نعم ننتقل الى الاشواط المفتوحه في الشوط الرئيسي الشوط دائما الاول يكون شوط عنيد ولكن في هذا الشوط العنيد حضرت عنيده لتنتزع المركز الاول من الهجر اللي حضرت معاها جات عليها سيلة في المركز الثاني مع ذات الشعار شعار هجن الشحاني ومع نفس المضمر الذهبي سالم بن فاران اللي على فوز عنيده بالمركز الاول مزنا جات في المركز الثالث مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ولكن عنيده ما شاء الله كانت بالفعل قويه في حضورها اسم على مسمى عاندت الا ان تنتزع المركز الاول وها هو المركز الاول يبتسم لعنيده التي جاءت بكل تفوق بكل جداره لتنتزع المركز الاول ليس بنجاح ولكنه انتزاع بابداع هذه هي عنيده والناموس يا الذهبي أما في الشوط الرئيسي الخاص بالثنائي القعدان فحلق الباز عاليا في سماء ميدان الشحانية في سماء الناموس لينتزع المركز الأول بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري المضمر الذي لا يتحدث إلا بلغة الانتصارات لا يعرف إلا المركز الأول ها هو المضمر الذهبي يقود الباز خير قيادة إلى الظفر بناموس الشوط الرئيسي لهجن الشحانية اذا تهانينا والناموس الفايزين ابو خالد عندنا عنيده تنتزع المركز الاول الباز ينتزع ايضا المركز الاول في الثنايا القعدان كل الثنتين مع سالم بن فاران المري اعرج لك الى التوقيت الافضل مع نوايد لهجن نعم. الشحانيه والله ابو محمد نهني هجن الشحانية على هذا الانجاز وحصول عنيده على المركز الاول في الشوط الرئيسي كذلك حصول الباز على المركز الاول في الشوط القعدان ونهني المضمر الذهبي سالم جابر بن فاران صاحب الانجازات والمضمر ما سمي ذهبي له ذهبي ويستاهل ابو جابر وبالنسبه لصاحب التوقيت الافضل طال عمرك هذا شيء غير مستغرب على نوايد, نوايد. يعني ناقه هاي ناقه رموز نوايد ام يعني العوايد نعم ام العوايد تستاهل نوايد ولا هو بغريب اللي على التوقيت الافضل لكن نشوف هجن الشحانيه طال عمرك تجهيزها يعني من مرحله الى مرحله كل ركض تشوفها احسن من اللي قبله صح وهذه يعني صراحه بادرة يشكروا عليها القائمين على هجرة الشحنيه المضمرين اللي هي محمد بن خالد العطيه وكذلك سالم فهران وجابر بن سالم لنقول لهم بيض الله وجيكم على تقديم هجر الشحنيه بالمستويات اللي اعتدناها عليها في الاعوام الماضيه. نعم. إذن اذا نهني الفائزين ونذهب بكم الى فاصل ثاني مشاهدينا الكرام نعود من بعده لمواصله التحليل على اشواط الحيل وزمول الاشواط العامه والمفتوحه ابقوا معنا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامجكم برنامج الرئيس وساقتبس ما قاله علي بن سلطان الحميدي منذ قليل بعد ما طلعنا الفاصل قال لا جديد العيده يضرب بيد من حديد عاد شعار العيده الذي انتزع الشوط الرئيسي مع الذيبه في منافسات الثنايا في يوم الحيل جاء شعار اللورد ليقدم الجزيره منتصره على كل الاسماء والشعارات التي حضرت معها لينجح شعار عبد الله بن سعيد العيدة في اقتناص المركز الأول وبتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة و 41 ثانية ثمان أجزاء من الثانية نهني حمد بن محمد بن سعيد العيدة والمضمر حمد بن راشد براية بن المري على فوز الجزيرة بالمركز الأول بالمناسبة عصاها في البطان. شيما جات في المركز الثاني لبخيت بن حمد بن مقارح وهدنا في المركز الثالث لسعيد بن محمد بالعرج القحطاني ها هي الجزيره تصل الى خط النهايه بكل طمانينه عصاها قوس ونقول ان موسى عليه رقم واحد وهذه اعتقد انها على سلاله من سلاله الفايز التنديل يكرر السيناريو سيناريو الجزيره وياتي بالمركز الاول وعصاه ايضا قوس ناموسيا اللورد احذروا من شعار العيده في المهرجانات الكبرى، هذه الرساله التي يبعثها هذا الشعار لكل المتنافسين معه في اشواط الرموز، توقيت التنديل 12 دقيقه 46 ثانيه، ثمان اجزاء من الثانيه، الحنيش الصعاق جاء في المركز الثالث وهياض ثامر بن علي بن سعيد البريص في المركز الثالث. اما في منافسات اشواط الانتاج فجاءت الجزيره. هذه النادرة الجزيرة التي تسجل اسمها بأحرف من ذهب شعار الداب حمد بن محمد بن علي بن جرحب المري نقول الناموس يا الداب 10 على عشرة الجزيرة تقطع مسافة الثمانية كيلومترات في 12 دقيقة 53 ثانية وأربع أجزاء من الثانية تهانينا لك يا الداب وناموس يا بن جرحب حمد بن محمد بمحمد الجرحب الف مبروك فوز الجزيره واختطافها للشوط الاول للحيل اللي انتهت. مرحبا بك الله يبارك فيك. وش سلاله الجزيره؟ وما بنشيلك اللي بيها البيرق. ومشاركاتها قبل اليوم. والله سبق ذي رابع نقطه لها فرزتها السيارات. كيف كان غارتها اليوم في الشوط؟ والله قامت في نص الحلال يوم ما قلنا عند الثلاثه من من يدها استلمت الاول. استلمت الاول عند ثلاثة كيلو. عند ثلاثة كيلو ودبرت الله يبارك فيها. وهذا اداها في المراكز. وين بنشوف هالجزيرة إن شاء الله في المهرجان المؤسس إن شاء الله بإذن الله في الرمز في رمز المؤسس الانتاج وفي منافسة شوط الزمول الإنتاج جاء الحنيش لينتزع المركز الأول بشعار علي بن محمد بن ناصر بن طريبيل المري للمرة الثانية خبير المضمرين ينتزع مع الحنيش المركز الأول ونقول الناموس يا الخبير توقيته 13 دقيقة بدون أي ثانية سبعة أجزاء من الثانية متفوقا على كفو وعلى بديع القمرة وكفو بن ناموس يا خبير المضمرين علي بن محمد الطريبي ألف مبروك فوز الحنيش باختطافه للشوط الأول للإنتاج الله يبارك عمرك تساء الخير مش سلالة الحنيش سلالة الحنيش نبيها الحنيش ومو سلانية قبل اليوم مشاركاتها سابق سباق اللطاف حصل على الشوط الرئيسي كل يوم كرس وقته. استعدادك لمهرجان المؤسس بنشوفه في شوطه؟ انتظر مفاجات. اتمنى لك التوفيق وهذا الفوز اللي ما انت اديها لجمهور شعار خبير المضمرين محمد بن ناصر الطريبيل انتظر مفاجات. <applause> اذا تهانينا والناموس لكل الفائزين الجزيره والتنديل مع العيده يقتنصون الاشواط الرئيسيه المفتوحه الجزيره اللي بنجرحب حمد بن حمد الداب تفوز بشوط الانتاج والحنيش لخبير المضمرين علي بن محمد بن ناصر بن طريبيل ايضا التوقيت الافضل مبارك كان مع دلول سالم بن صالح بن حمد بن مقارح جاه لمسات طفيفه اللي هي صيحة الشوط الثالث نهنا جميع من فاز في صباح يوم السبت يوم امس بالنسبة للنتائج تقريبا سيناريو متكرر من المحل الخامس شفنا الجزيرة صاحبة المركز الأول مملوكة السيد حمد محمد العيدة بشعار اللورد تحصل على هذا الشوط وكذلك التنديل مالك محمد بن ناصر العيدة بعيد الحنيش بعير علي محمد بن ناصر البريد ابن خبير المضمرين يكرر نفس السيناريو يمكن شفنا الجزيرة حصلت على المركز الثاني في المحل الخامس شفناها اليوم تحصل على المركز الاول ومعظم من الهجن هذه سبقت وعصيها في البطن بدون اي تكلف مثل ما تكلمنا في بدايه الحلقه الهجن تغير احنا نعرف الجزيره والتنديل والجزيره السنه ما شاء الله ادائهن مغاير استثنائي نعم. استثنائي ودائما هن من يحصلون على اشواط الاشواط الاولى في المحليات منذ بدايه انطلاقه المحليات عندنا في ميدان الشحانيه الجزيره لا يستغرب عليها تحمل اسم الجزيرة فقط يكفيها وشقيقة الجزيرة بنت الفائز المملوك الإنتاج جنوب الزبار اللي أنتج العديد وعد من السبق الناقة هذه أعتبر أعتبرها من الأرقام الصعبة في هذا العام في أشواط الرموز الناقة سبقت وجابت توقيت من دون أي تكلف مع مضمر صراحة خبير اللي هو زين. قبل ما أطرح عليك السؤال أيضا بكرة بن مقارح قدمت عرض كبير بعد جدا جدا ناقه طعمك جابت توقيت مميز ودت عرض قوي يمكن جاتها لمسات طفيفه ولكن انا اقول لك طعمك الهجن هذه تعتبر الان من الهجن المغايره نعم السؤال الاخير لك مبارك حاضر آه شنو هي الرساله اللي وجهها شعار العيده الى باقي المتنافسين تسبق هجنه ويعصيها في البطل يقول الوعد عند خط النهايه بشعار آه اللورد واخواننا المشاركين الاخرين لا يستهان بهم عندهم هجن طيبه صدق. ولكن طال طيب عمرك المستخبي راح ينكشف في مهرجان المؤسس اللورد عنده مضمر اللي هو راشد حمد بن راشد بن راشد ابو راشد من خيره الشباب المضمرين مستاهد. اللي اثبت وجوده مع شعر العيد يستاهل اذا مشاهدينا الكرام الشوط القادم راح نستعرض لكم اعتقد باكثر من اربع دقائق، الشوط الرئيسي الخاص بالحيل في الاشواط المفتوحه حيث شرف سيدي امير البلاد المفدى ذلك اليوم بحضوره الميمون فاضفى السعاده البالغه على كل العزب في ميدان الشحانيه بقدومه عم الفرح في كل الميدان، في هذا الشوط الرئيسي حضرت نخبه هجن الشحانيه ممثله بهذا الشعار الادعم شعار مرموق، شعار له باعه الطويل في المنافسات على الاشواط الرئيسية، حضر في هذا الشوط اسم كبير، اسم سبق له ان حقق السيوف ونافس على السيوف بكل شراسة وبكل ضراوة يا الحميدي اللي هي الداودية، قادها في هذا الانتصار الذهبي سالم الفاران المري وكان توقيتها 12 دقيقة 51 ثانية جزء من الثانية، كيف تابعت الشوط بالسلطان وكيف عايش الجماهير هذه الرياضه هذا الشوط الرئيسي اول شيء نشكر سالم بن 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 فران على ابراز الدودية في يوم تشريف حضور سيدي سمو الامير الدودية بعثت رسالة حق سالم بن فران وحق محبين الدودية ضرب العوايد يخلف المتعلم هي يعني الدودية صاحبة رموز صاحبة سيوف الدودية اللهم صل محمد ظهرت في مستوى يعني ما هي ب كانها في عز شباب اللهم صل على محمد. ادائها كان مميز، ركضها كان مميز. بعدين الشوط كان سريع وهي قدرت تجاري الشوط و... ولحقها في الكيلو الاخير وظهورها من من المنافسين. انا اشكر سالم بن جابر بن فران على ظهور الذلول في كامل جاهزيتها. وهي ان شاء الله عندها افضل من كذا. و... هذا بالنسبه للداوديه صايب أص... لا خلنا خلنا بن... في الدودية. اي نقعد في الدودية خلنا نستمتع الان الداوديه تحتل المركز الثالث الداوديه قامت في دائره العشر بعدها انتقلت قامت تبدل المركز في مركز لين دخلوا الكيلوين الاخيره صارت ثالثه جاوا عند علامه الكيلو ونص دخلت منافسه ضغطه على المركز الاول عقبها استلمت المركز الاول بريحيه أنا اللي شفت مستواه اللهم صل على يعني محمد واللي نعرفه مبهر أنا حتى التوقيت في مسام بو محمد خلينا بس نجي عند بو محمد لان ما حل الاشواط، أبو محمد نشوف الآن الشوط يسير بسيطرة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري يقود المجموعة من خلال تصدر هذه الذلول أنا ما حضر ذاك اليوم كان عندنا المزاد اللي متقدمة حد مصيحة تابعنا تابع ابو ابو محمد تابعنا الشوط اول شيء بارك لي هجن الشحانيه بمناسبه فوز الداوديه ولا المضمر الذهبي سالم بن فاران ونشكره جزيل الشكر على هذا الاداء الطيب اول شيء بتشريف سيدي سمو الامير واداء الداوديه اللي كل الناس كانت تراهن عليها من العام الماضي يا سعد من عقب ختام دبي انها ما راح تؤدي من بعد هذاك الركض انها ما راح تؤدي الذلول هذه لكن شاهدناها امس أدت مستوى وأنا أتوقع أنها بتجيب بعد ركض أقوى من هذا الركض في الختاميات. يعني رجعت لعز شبابها، أنا أشوف يوم كانت ثنية ورباع ما أركضت نفس الركض ونفس الأداء هذا اللي أدته يوم الأمس. ونبارك لهم في هذا الفوز ونقول أنه أمس كان نهائي وختامي مشرف، أول شيء بحضور سيدي سمو الأمير وفوز الداوديه ولا يستغرب منهم ونقول له مصيحه اللي كانت قدامنا صحيح. نعم مصيحة. نعم هي اللي قبل المصيحه نعم الثانيه على الكاس في الوثبة صحيح ونبارك لهم بفوز الداوديه شوف الداوديه الحين تجاوز جاتك الفاطر بس حتى حتى لو تلاحظ انت الحين في الثنايا وفي الحيل حلال سالم بن فران عمل فارق في الركض في المحلي السادس أنا أشوف حلاله ما شاء الله في زيادة في في أدائه. هذه شوفها المزن رقم 11 نعم داووديه يبارك فيها فازت برهاوة ومستانسة بعد مصيحة لا اللي لحقت المزن لا لا هذيك مصيحة مصيحة هذيك هذيك المزن رقم 11 أقول لك المزن المزن اللي ورا اللي عند المزن جاء الثالثة اللي جاء الثالثة سالم عند الشبل م... هي عن الثانية شفتها الحين؟ اي هذه مصيحة هذه مصيحة ها؟ نعم اذا هذا هو شوط الداوديه ننتقل الى الشوط الثاني شوط الزمول الرئيسي وفي هذا الشوط استطاع صايب ان يصوب نحو الهدف كانت اصابه ناجحه صايب حقق المركز الاول بقياده الشبل جابر بن سالم فران وتوقيته 13 13 لابق جاء في المركز الثاني شفتوا اللي على لابق نعم هنا أيه. عشان ما زوروا له نعم المركز الثالث جاء فيهم سيطر الثانينا والناموس للفائزين، باقي عندنا شوط صايب برجيك بن جرحب صايب صايب شفناه يصوب نحو الهدف وينجح في انتزاع المركز الاول مع الشبل جابر بن سالم الفهران. هجن الشحانيه وللشبل الشبل جابر بن سالم على مستوى صايب وعلى مستوى هجنهم كلها بصفه عامه، الهجن هذه شفناها في سن الثنايا في سن الحيل برزت هجن بن سواء كان الذهبي ولا الشبل كان مستواها ممتاز دليل ان الهجن بدات شوي تستعد الهجن يعني مستعده لخوض هذه المنافسه منافسه المقبله عليهم منافسه الرموز ونتمنى ان شاء الله التوفيق صايب شفناه حط يعني قدر يعني يصمد قدام الركاب ومنافستها ويصنفه جابر من ضمن افضل الركاب اللي عنده بمشاركته في الشوط الاول نتمنى لهم ان شاء الله جميعهم التوفيق آمين يا رب العالمين. إذا تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا السباق المحلي السادس يمكن هذه الحلقة مشاهدينا الكرام تكون الحلقة الأخيرة معاكم إلى 19 ديسمبر اللي هو يوم انطلاقة سباق أو مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه لأن قناتكم قناة الريان وبمجهودات الزملاء تعكف حاليا على العمل بإنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية، إعداد مجموعة من التقارير استعداداً لاستقبال المناسبة البهيجة اللي نفخر فيها كلنا كقطريين وأيضاً كمقيمين على هذه الأرض الطيبة، احتفالات الدولة بمناسبة يومها الوطني الثامن عشر من ديسمبر، ذكرى تأسيس الدولة على يد مؤسسها الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني عام 1878 منذ ذلك التاريخ. وبلاد قطر تواصل جهدها في كل المجالات حتى اصبحت مناره للحق ناجحه في كل المجالات على توالي حكام قطر وصولا الى سيدي امير البلاد المفدى سنحتفل بدولتنا وبقيادتنا الرشيده في تلك الايام الوطنيه ونقول إن احنا كل ايامنا وطنيه، كل ايامنا نقدم فيها التضحيه لهذا الوطن بعملنا، بجهدنا، باخلاصنا ونحاول ان ما ننجح في اعمالنا بل نصل الى مرحله الابداع نعم شو. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل منكم صحيح. عملا فليتقنه وبيض الله يجيكم على اتقانكم <applause> العملكم وجهك وصراحه نعم. يا ابو محمد اللي نقدمه يعني وش بنسوي ما راح نلحق يعني ومهما مهما سوينا ومهما اعطينا لاجل هذا الوطن شوي في حقه صح. صحيح انا اتذكر كلمه الزميلي حمد بن سالم العيده الله يحفظه الله و... و... ان شاء الله وموجود و... ابشرك رجع بالسلام اخوي طيب. حمد بن سالم العيده يقول كلمه قالها ما انساها والله قال الوطن له دين في ارقابنا ولكن دين محبب نتمنى انه ما يخلص ذا الدين على اساس نسدده في كل يوم بحب وعطاء وهو ان شاء الله مو مخلص هو صادق وهو ما مخلص ان شاء الله, إن شاء الله, إن شاء الله, إن شاء الله. عمره ابو سالم آمين. امين الله يعطينا الامن والامان ان شاء الله يحفظ هالقطر وايضا المقيمين سمو الامير قال أن أصبح اليوم الكل ناطق باسم قطر سواء كانوا مواطنين ولا مقيمين صحيح. هذا الكلام أبو محمد كلام مو بسهل أي والله أفضل من والله النار. يعني ما حد يسبق على الكلام هذا والله يطول عمره بالعكس اللي آه. لمسناه من إخواننا المقيمين من العرب وإخواننا الآخرين يعني شيء يفرح وشيء يسعد كونا كلنا ننطق باسم قطر والله يديم الأمن والأمان آمين يا رب ويطول عمره قائد مسيلة أمس الله يطول عمره حضر عندنا هنا كان عرس صديق. الله يحفظها نزل وسلم على اجانب كانوا حاضرين شال الطفل الاجنبي مقيم شاله وصور معه وركب سيارته الله يطول شلطفل. الله يطول عمره من هو يسويها هو قد في العلوم الطيبه كلها ابو آه. الله يطول عمره ابو حمد الله يحفظه ويخلي يحفظ. سيدي الامير الوليد آمين. امين 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 زين كم باقي عندنا يا شباب الظاهر باقي 10 دقائق لا يقول خمس دقائق المخرج يقول عشر والمعد يقول خمس دقائق المعد الله زين <تصفيق> باقي عندنا دقائق الخلاصة حد بيضيف شيء حد بيتكلم في شيء المجال متروك لكم والله نتمنى إن شاء الله من اللجنة المنظمة لأسباقات الهجوم على رأس مساعدة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وإخوانها القائمين على اللجنة أن يعيدون النظر في شيئين في توزيع السيارات خاصة في السن الكبير تأهيل لاشواط الثنايا والحيل لاشواط الرموز الاليه لدخول اشواط الرمز ونتمنى ان شاء الله منهم يعني اعاده النظر في هذا الموضوع وان شاء الله انهم مقصرين انتم تكلمتوا في بدايه الحلقه وان شاء الله صوتكم وصل ان شاء الله يقصرون الشيخ محمد بن جاسم ومج علي يسلم وكل اعضاء اللجنه صراحه نشكرهم جزيل الشكر ونقول مره ثانيه مثل ما قلنا في بدايه الحلقه صراحه بدعمهم وبحرصهم ومتابعتهم ما كانت تكون لنا هذه المساحة من الحرية واللي تعودناها صراحة إحنا في في قطر بالمناسبة ما عندنا وزارة إعلام لأن مجال الحرية مفقود إيه نعم بما لا يتعارض مع سوء الأدب وقلة الأدب والحمد لله في قطر إحنا ما عندنا هذا السؤال أخلاقنا رفيعة ونتكلم للمصلحة العامة صحيح والهدف هو ارتقاء هذه الرياضه وتطورها وان شاء الله تكون من افضل الرياضات. لا ابشرك انها ان شاء الله من افضل الرياضات وانها متطوره ان شاء الله سنه الله. عن سنه حمد. واللجنه نشكرها جزيل الشكر وهم ما يقصرون سعاده الشيخ حمد بن جاسم واخوانه اللي معاه بالعكس هم يقولون تكلموا اعطونا ما اراء الناس وهم بالعكس والله تتصل له تتصل له ساعه واحده في الليل يرد عليك تليفون سواء سعاده الشيخ حمد بن جاسم او مبارك بن بادي او عبد الله محمد الكواري. في اي وقت تصل فيهم يردون عليك نعم. وياخذون بالاراء والمقترحات على طاري عبد الله محمد احنا نتمنى له التوفيق أبو محمد في ما اسند اليه محمد. من مهام ولا ننسى الدكتور مبارك بن شايق الشهواني أه. اللي نوجه له التحيه صراحه من القلب ابو حمد اللي قدم صراحه جهده في خدمه هذه الرياضه وكان الذراع الايمن لسعاده شيخ حمد بن جاسم فيصل ثاني فابو منصور نقول لك شكرا لك من القلب باسمي ونيابه عن الحاضرين ونيابه عن اهل ونيابة عن اهل الهجن ونشكر ايضا نستحضر بعد مبارك بن محمد بن ضابط الدوسري وكل الرجال صراحه المخلصين سواء كانوا في اللجنه المنظمه ولا الرجال اللي عملوا على نهضه هذه الرياضه والميت منهم نقول الله يرحمه ويتغمد روحه الجنه. الحمد لله جيل بعد جيل نحمل الامانه ابو علي. الحمد لله رب العالمين هذا توفيق من الله وهذه بركه في هذه الرياضه الله ان شاء الله يبارك فيها. محمد حما قصرنا طالبنا اللجنه وتكلمنا وثقلنا على الجماعه وهم يتحملون لكن بعد محمد عندنا طلب من المشاركين نطلب منهم الالتزام صح. ومساعده اللجنه رجال اللجنه يمكن حن نمسي وهم يمسون من الصباح الواحد منا يروح لاشغاله ويخلص اشغاله هم يخلصون اشغالهم ولا يسوون خدمتهم يدرون ان الناس هذول اللي على طريقهم هدف من اهدافهم خدمتهم صح. خدمه المشاركين لذلك يجب عليهم ابو محمد ونطلب منهم هم رجال ان شاء الله كلهم عقال نطلب منهم التعاون مع رجال اللجنه صدق. سواء كانوا في فحص كانوا في في تشبيه في تسنين في اي ويلتزمون بلوائح اللجنه اللي وجهتها اللجنه تعاملت مع المشاركين بكل شفافيه حطت كل ما هو مطلوب قدامهم في الكتير. ومثل ما تفضل اخوي حمد يردون على كل ما هو متصل وعلى كل ما هو تسال لذلك المفروض والمطلوب منا احنا كمشاركين نحط ايدينا بيديهم عشان ليه. لنجاح المهرجان المهرجان ان شاء الله من قبل ما يبدا احنا ان شاء الله متوقعين يعني اكثر من 90% من نجاح ان شاء الله لما قدم له من جوائز لاهتمام على مستوى مسؤولين كبار في الدوله يعني فيه اهتمام كبير لهذا المهرجان ليه. نطلب من الملاك والمشاركين مساعده رجال اللجنه التعاون معاهم الالتزام باللوائح اللي اعلنتها اللجنه يعني ما نبغي نشوف واحد والله لا والله يعني معاند مسؤول ولا معاند موظف ولا يعني يبغى يمشي بعض الاجراءات اللي ما قانونيه ولا المخالفه نتمنى ان شاء الله من اخواننا كلهم مشاركين انهم ان شاء الله إن شاء الله. ان شاء الله باقي دقيقتين ما قد لحقت هالدقيقه ها وقفت مدة دقيقه <applause> حد يضيف شيء احنا طال طيب عمرك تكلمنا عن اخوان لجنه واقترحنا عليهم اقتراحات ولكن بعد احنا لا يفوتنا ان نشكرهم استهلوا على سعد صدورهم وعلى ما يقوم به من اعمال من الصبح الى اخر الليل مثل ما نشوف الان خلفنا سيارات, سيارات. والمعدات تقوم بترتيب وتنظيف الدوره واعاده صيانتها للملاك بكره لاجل التفحيم هم طال عمرك سباقين بالعلوم الطيبه وصدورهم رحبه ويتقبلون من ملاك الهجين كل شيء من بدايه من سعاده الرئيس ساعة الشيخ حمد بن جاسم الله يحافظه ان شاء الله امين وجميع العاملين فيها من اصغر الى اكبر موظف فيها كلهم صراحه متعاونين معنا ويقدروننا وطلباتنا احنا ما تخلص احنا كملاك هجن ما تخلص نبي ذا ونبي ذا ونبي ذا وهم كلهم اذان صاغيه وسعه صدر فنشكرهم جزيل الشكر ونتمنى لهم التوفيق وان شاء الله نحن كلنا من اجل المصلحه العامه نعمل في خدمه هذه الرياضه اعتقد وقف الكلام عندكم والله يعجز اللي صار تدالجتوا خلصوا فن المربع يا سعد فن المرباع فن <applause> الحميدي <applause> يمكن عنده كلام لا طلعت طلعت <أبرقى. تصفيق> <applause> ما شاء الله احنا <applause> عقب الشمال البارده شوي كم لا بس <applause> شوف ابو مبارك انت مشتي اليوم ابو مبارك الله <applause> يهديه <applause> طرد طرد البرد الليل طرد البرد كان <applause> لا تلوم المربعانيه عقب بكره لا الحلقه الجايه بشوف مشتي من اللي منكم الليل قاعد في الدكه العصر ما حد كلكم في الخيام ولا في المجالس شابين الضوء لا, لا مسكر الدرايش بعد مسكر الدرايش لهم كعلومة نعم أبو سلطان تفضل والله نشكرهم على فتح الأشواط بالنسبة حق الهجن الكبار السن الكبير في الدورة الشمالية يعني توزيع الحلال بيتوزع الحلال اللي شايف مطيته ما تقدر تنافس في الدور الجنوبية بيديها دورة البصير صدق يعني بيخلون بيتيحون أكثر من خيار حق المضمر صح ان بغيت الدورة الجنوبية ولا ميدان البصير وكلها أدوار يعني ما توجد في دول الخليج من خيرة الدول ل... من خيرة الدول في المنطقة يعني لا. نعم. الحمد لله رب العالمين يعني. بيض الله وجهك أبو سلطان آه شكرا لك على حضورك ونشوفك إن شاء الله تاريخ 19 ديسمبر إن شاء, إن شاء الله بإذن الله شكرا لك أبو مبارك إن شاء الله نلتقي تاريخ 19 إن شاء الله, إن شاء الله. شكرا لك أبو خالد وما قصرت نشوفك تاريخ 19 إن شاء الله إن شاء الله أبو علي نشوفك تاريخ 19 وما قصرت الراشدي تاريخ 19 وما قصرت الله. بيض الله وجهكم كلكم مشاهدينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الرئيس الموعد إن شاء الله بكم سيتجدد بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر وهو تاريخ وموعد انطلاقة مهرجان المؤسس طيب الله ثراه إلى ذلك الحين تقبلوا من فريق العمل أجمل وأطيب تحية دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته